المختلفة والصناعية، وعلى سبيل المثال برنامج معهد بحوث البترول في بدائل الوقود المختلفة مثل تدوير البلاستيك ومخلفات البتروكيماويات وتحويل فضلات الزيوت إلى بيوديزل وإنتاج الإيثانول الحيوي من المخلفات واستخدامات زيوت الجتروفة في أغراض صناعية هامة وتطوير بنزين 80 إلى E10 بالإيثانول الحيوي وغيره من الدراسات البحثية النافعة لخدمة المجتمع. السادة الضيوف الكرام، إن هاتين الخطتين خلقت في معهد بحوث البترول المصري نوعا آخرا من الاقتصاد، وهو اقتصاد تكلفة الفرصة البديلة لتجويد المنتج المصري والاهتمام بالصناعة والتكنولوجيا المصرية، وهذا مما تؤكد عليه القيادة السياسية ورئيس الدولة. وأؤكد لحضراتكم أنه هنا بمعهد بحوث البترول المصري تتم صناعة المعجزات التطبيقية على المستوى الصناعي المتميزة التي كنا بالأمس القريب لا نستطيع الاقتراب منها. فمعهد بحوث البترول يمتلك طاقات نصف صناعية تقدر بحوالي 36 طن ساعة من خلال 4 مفاعلات كيميائية حديثة أنشئت بفكر وتصميم باحثي المعهد لمقابلة احتياجات قطاع البترول وتنفيذ 45 بروتوتايب في صورة منتجات ضخمة للمعالجات البترية المختلفة ومن ناتج تطبيق براءات اختراع مصرية من المعهد. كما يقدم المعهد لقطاع البترول خدمات عديدة في صيانة الخزانات والخطوط من الرواسب البترولية مثل خدمات الأسطح المعدنية، خدمات الدعم الفني والتكنولوجي، خدمات النانو تكنولوجي، خدمات الأسفلت والبوليمرات، خدمات الكور البترولي الروتيني والخاص، خدمات البي في دي ودراسة طور الخزانات البترولية، خدمات التحاليل الموثق وشهادات الجودة العالمية. السادة الكرام ضيوف المؤتمر، أنه لا جدوى من بحثا علميا ليس له مردودا اقتصاديا على الجهة البحثية والدولة والمجتمع، فإن البحث العلمي استثمارا في الجهد والعرق والإنسان والأموال والطاقة، فعلينا جميعا الالتفات إلى أنه لا تنمية حقيقية إلا ببحث علمي تطبيقي ذات مردودا اقتصاديا لخلق تكنولوجيا ذاتية نمتلك فيها خيوط المعرفة. السيدات والسادة، يقدم هذا المعهد لقطاع البترول والدولة خدمات مباشرة تؤثر في التنمية والمحافظة على المقدرات اللوجستية لشركات البترول ونقل المقدرات البترولية. فمثالا على ذلك تقديم خبرات الاختبارات غير الإتلافية لناقلات البترول ومقدراته وإصدار رخصة إجازة علمية وفنية لاستخدام الناقلات وتجدد سنويا. وهذا المشروع تم التصديق عليه في مجلس إدارة المعهد منذ عدة سنوات، وباركه قطاع البترول لما قدم حدود المحافظة على مال الدولة ومنع حدوث كوارث أثناء نقل المقدرات البترولية. وكذلك مشروع صيانة المبادلات الحرارية والتي تهم جميع الصناعات المصرية وعلى رأسها الصناعة البترولية، مشروعا مبتكرا مبني على تطبيق روافد العلم والتكنولوجيا في جعل المبادلات الحرارية التي خرجت من الخدمة تعود مرة أخرى للخدمة بأقل تكلفة توفيرا على أموال الدولة وعلى الاقتصاد الحر. وأسوق لحضراتكم تلك بعض الأمثلة من الكثير الموجودة بالمعهد لنبين لحضراتكم بأن معهد بحوث البترول المصري يساعد الدولة مباشرة في بناء الاقتصاد الوطني والمحافظة عليه. فالمعهد يوفر على قطاع البترول وقطاع الصناعة المصرية سنويا ما يزيد عن 1 مليار جنيه بنظرية تكلفة الفرصة البديلة. وإذا تم التصديق على قانون حوافز البحث العلمي نستطيع مضاعفة هذا 1 مليار إلى 10 مليارات. فنحن نملك من الطاقات والإمكانيات ما يسر الخاطر ويساعد الدولة على التنمية المستدامة. السادة ضيوفنا الكرام، لنا في كل مؤتمر أيقونة تبعث على الأمل في مستقبل المشرق، فأيقونة هذا المؤتمر أدعو حضراتكم لرؤية فيلما تسجيليا عنها، وهو عن مشروع التحالف القومي للمعرفة ورفع القيمة المضافة لتدوير المخلفات البلاستيكية والبتروكيماوية إلى منتجات قابلة للاستخدام، حيث أن هذا التحالف تم بين معهد بحوث البترول المصري رئيسا والجهات الآتية: وزارة التجارة والصناعة متمثلة في مركز تكنولوجيا البلاستيك، وزارة البترول والثروة المعدنية متمثلة في شركة إيثيدكو، وزارة الإنتاج الحربي متمثلة في مركز التميز العلمي
وجامعة الأزهر متمثلة في كلية الهندسة. وأقول لحضراتكم بأن خط الإنتاج الذي سوف ترونه بالمعرض والذي قد تم شحنه الآن وهو في الطريق، بل أجزاء منه وصلت الميناء في إسكندرية وهو قادم الآن، وإن شاء الله تعالى في شهر مارس القادم بإذن الله سوف ندعوكم جميعا لحضور هذا المؤتمر لافتتاح خط إنتاج تدوير مخلفات البلاستيك. هذا العمل لتدوير البلاستيك المستخدم والضار بالبيئة إلى منتجات صالحة للاستعمال، مثل إنتاج براميل البلاستيك التي يستخدمها المعهد في شحن كيماويات لقطاع البترول بديلا عن المستورد إرسالها للقطاع، مما يقلل التكلفة في الإنتاج والقضاء على أعباء البيئة من المخلفات البلاستيكية والبتروكيماوية، حيث يوجد بجوار هذا التحالف في تصميم إنشاؤه وحدة للمعالجة البيئية إذا كان هناك أي مخلفات كيميائية. وبذلك وبالإضافة لعمل منتجات مفيدة للمجتمع المجاور، سوف ندرس السوق المجاور، نقدم له خدمات من ناتج هذا التدوير الصالح إن شاء الله، وسوف ندعو حضراتكم للافتتاح هذا الخط في القريب العاجل. الحضور الكرام، تأكيدا إلى تميز المعهد العلمي والبحثي، أبدا لا يشغلنا عملية تطبيق الأبحاث، بل ننشغل تماما بالوضع العلمي للمعهد والنشر العلمي المميز. فأننا تأكيدا لتميز المعهد العلمي والبحث، أحيط سيادتكم أنهم بالأمس القريب فازت براءة اختراع تطبيقية من المعهد، وهي براءة كاسح كبريتيد الهيدروجين المصاحب لإنتاج الزيت البترولي والغاز الطبيعي. وفاز المعهد من خلال مشروع التايكو بالمعهد المقدم كمنحة من أكاديمية البحث العلمي، وحصلنا على الجائزة الذهبية من منظمة وايبو العالمية. وأتشرف بأن أضع اللوجو بتاع الوايبو اللي هو جائزة الذي فزت بها أنا وبعض زملائي في هذه البراءة. وبناء على ذلك، هذا فخر لنا وفخر لباحثين مصر كلها، أن أول معهد بحثي يقوم بتطبيق براءة الاختراع، إلى أن جعل براءة الاختراع تطبيقا علميا يهدف إلى اقتصاد المعرفة ويعزز اقتصاد تكلفة الفرصة البديلة. أسوق لحضراتكم مثالا أن هناك هذه البراءة ساهمت في معالجات 150 مليون برميل زيت بحساب متوسط 12 مليار دولار. ومن هنا يتضح استراتيجية البحث العلمي وكيفية تطبيقه وأهمية تطبيقه لكي يكون هناك تكنولوجيا مصرية حقيقية، فهنا تمارس هذه التكنولوجيا على أرض المعهد. كما تم الآن رصد المعهد من جهات رصد عالمية، حيث أصبح وضعه العلمي في المراتب التالية. لا أقول أنه مميز للدرجة الأولى، لكنه حددنا ووصفنا المشكلة، ونهدف في المستقبل إن شاء الله لتطوير هذا الموقف.